ملف الموافقة تقديم من أهم ملفات الثورة السورية. للأسف هذا الملف ما عم ياخذ حقه أو جزء من حقه. نحن بس نسمع إيه سيتم دراسة أمور المعتقلين السوريين، بس ما شفنا شيء حقيقي، يعني ما شفنا غير شيء بسيط طلعوا بأسيتانا آخر فترة. مشان هيك نحن قررنا كمجموعة من الناجين والناجيات من غياب سجون الأسد إن نطلع نحاول نوصل للعالم معاناة رفقاتنا اللي تركناهم بالسجون. نحن قد ايه حكينا انه ايه من حزب المعتقلين والمعتقلين وضعهم كثير صعب، بس صدقني لما شفنا المعتقلين وعشنا تجربتهم هي شيء ما بينحكى، يعني شيء مستحيل انه اقدر اوصف هذا الوجع اللي هن عم يتوجعوا. لذلك حق علينا انه نطلع نطالب فيهم، هي امانه برقبتنا. مثل ما نحن نجينا نحن بنتمنى رفقاتنا ينجوا من هذا الجحيم اللي هن فيه. أنا ما